الآن إلى مريم وآخر أخبار الطقس إليك يا مريم. شكرا طالب. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. قبل أن ننتقل إلى تفاصيل الطقس أبدأ مع الخبر التالي، حيث وصل تأثير العاصفة الثلجية إلى مناطق من شمال وشمال شرقي السعودية، حيث غطت الثلوج مناطق من عرعر وطريف وسكاكا وحائل، فيما تسببت العاصفة بشلل شبه تام في عدد من المدن الأردنية. المزيد في التقرير التالي. تأثيرات العاصفة التي ضربت دول شرق المتوسط بدأت تطال مناطق واسعة من شمال السعودية، حيث غطت الثلوج مساحات شاسعة من أطراف منطقة تبوك التي تشهد طرقاتها حركة مرورية كثيفة لمصطافين من خارج المدينة. الثلج الحمد لله نعمة، والعاصفة جت من برضها برايها نعمة من الله، بس أثرت علينا كثير في أمرحة البل، هدتها وتعبتنا شو، ودفنت البيوت ودفنت الأرض اللي كان العشب طالع ودفنته، ولكن الحمد لله جاء المطر هذا، نحمد الله يحيي كل شيء. ورغم انخفاض درجات الحرارة إلا أن قرى مثل الزيتة وعلقان والظهر تحولت بفعل الثلوج إلى قرى سياحية. في الأثناء أكدت وزارة الصحة السعودية جاهزية مرافقها الصحية لاستقبال الحالات الطارئة إثر موجات البرد، معلنة استعداد أقسام الطوارئ في المناطق التي يخشى وصول موجات البرد إليها خلال الأيام المقبلة، خاصة مناطق الوسطى والشمالية والشرقية من المملكة. فيما جددت هدى زيارتها إلى الأردن بعد أن أعلنت الأرصاد الجوية عن انحسار العاصفة في المملكة لتعود وتضرب موجات البرد والثلوج مناطق عدة في الأردن، أدت إلى تعطيل عمل الوزارات والجامعات والبنوك وغلق العديد من الطرق خاصة في المناطق الجنوبية للمملكة بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية. الدفاع المدني الأردني ولأول مرة أطلق صفارات الإنذار المبكر في العاصمة عمان بعد تأثر المملكة بحالة من الانجماد، أعلنت عنها مديريتا الأمن العام والدفاع المدني، ما أدى إلى أغلاق طرق المملكة كافة منعا لحدوث انزلاقات خلال السير بالمركبات أو مشيا على الأقدام بسبب انخفاض درجات الحرارة ما دون الصفر المئوية وحدوث الانجماد. يذكر أن مديرية الدفاع المدني أفادت بأن كوادرها أنقذت منذ بدء المنخفض الجوي نحو 2327 شخصا علقوا نتيجة انزلاق مركباتهم وجنوحها عن الطرق الرئيسية والفرعية. رفاه السعد، العربية. إذن وكما تابعنا في التقرير، وصل تأثير العاصفة الثلجية إلى مناطق من شمال وشمال شرقي السعودية، حيث غطت الثلوج مناطق من عرعر وطريف وسكاكا وحائل، كما سجلت درجات الحرارة أرقاما منخفضة في هذه الأيام وصلت إلى ما دون الصفر مئوي بحوالي 5 درجات وما يزيد خلال ساعات الليل على معظم المناطق الواقعة بشمال المملكة. وتتأثر أيضا المناطق الوسطى من السعودية كالرياض بهذه الدرجات المنخفضة. كان هذا كل شيء، شكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة.